ما حقيقة ما أشيع أخيرا أنه الكويت قد أغلقت مدخل ميناء الفاو وأنها سيطرت على مياه خور عبدالله وأودعت الخرائط التي تم الاتفاق عليها في الترسيم لدى الأمم المتحدة؟ وهذا الموضوع أنا كنت قد ناقشته معك في حلقات على مدى السنوات الماضية. ما حقيقة هذا الذي يقال اليوم؟ الكلام صحيح أستاذ نجم. نعم. الكويت تسير بخطى ثابتة، دولة مستقرة، دولة كل ما يحصل فيها هو خطوات باتجاه الأمام، يعرفون شو وقت تؤكل الكتف، يعرفون يستغلون الظرف، وكل الدول المجاورة وليس الكويت وحدها، مثل ما تفضلت، الكويت كل فترة تضع خارطة جديدة وترسلها، وحتى محضر الاجتماع اللي يحدث بيننا وبينهم أيضا ترسله تثبت وتوثق. بس إحنا بالنسبة لنا عندنا عمل، عندنا عمل بس شوي يخلو من الشفافية. لذلك ما يحدث على الساحة وعلى خلينا نقول بما ينشر وما نلاحظه وما نتابعه نجد أن هناك كثير من الهفوات، إحنا متأخرين كثيرا مع دول الجوار. أنا سؤالي كان واضح. نعم. وأنت قد أكدت هذا. هسه جيك. هاي المقدمة جيك لأن هي هذه. أي. أنا أريد أحسن. تأكيدات بالأدلة. المشكلة مالتني. والوثائق يا سيادة اللواء أن الكويت أغلقت ميناء الفاو وسيطرت على خور عبد الله. وهل توقف العمل في ميناء الفاو؟ أحسن. البواخر تدخل الآن. يسمح لها لا يسمح لها؟ هذا الذي أريد أن أثبته عن لسانك. على عيني وراسي. بالنسبة للكويت من رسمت خرائطها أو مرتسماتها ونزلتها بالأمر الأميري 317 لعام 2014، اسمع 2014 حددت بيها عمق، أكو خرائط موجودة نزلتها من ضمن، مو من عندنا، من عندهم، وكذلك إيران. فاللي خلوها ايش صار عندنا؟ صار عندنا الكويت تتمدد باتجاه ايران وايران كذلك باتجاه الكويت. فايش سووا؟ تلاقوا بيناتهم، رسموا خط، قسموا المنطقه الاقتصاديه، لان الابعاد بهذا المكان تصير منطقه اقتصاديه حسب مواد اتفاقيه البحار لعام 82. لكن من غلقوا ايش صار عندنا؟ صار عندنا فقط البحر الإقليمي وشوية المنطقة المتاخمة. الكويت إذا تجي، أنا مرتسم سويت لك إياه ودزيتها، المرتسم اللي بشكل المعين الأحمر الصغير، شوف لك الكويت إيران سوت خط بسمة بيه الخليج هي والكويت والسعودية، والكويت أيضا رسمت شكل معيني وقالت الله ياكم من العراق. وإذا رجعنا بس توضيح شوية للاتفاقية اللي يقولون عليها مذلة، ترى بالمناسبة هي العمل فقط من العلامة 156 إلى العلامة 162. المفروض نركز بهذا المجال فقط، عداء هو بحر بعد ما مرسم احنا والكويت، بس الجماعة قشونا ومشوا. لذلك يا حبيبي انت عندك انت الترسيم اللي دا يصير والخطوات اللي دا تسويها الكويت هي ماشية بيها. قدمت مقترح لمنظمة المؤتمر الإسلامي للخليج العربي، مجلس التعاون الخليج العربي، ويصدر بيان من مجلس التعاون الخليج العربي يدعو العراق لترسيم الحدود بعد 162. أنا أقولها لا، ما نرسم بعد 162 إلا نحل قضايانا أخوان، ما يصير. إحنا من عام 93 لحد هسه إحنا ما قدرنا نثبت ولا متر بعد 162، عندنا إشكالية وعليه خلينا نحل الإشكاليات يا الله نروح. صح أكو لجان مشتركة بيناتنا وهم زعلانين علينا، لكن هذا حق بلدنا، مال إحنا ننطيه؟ لا والله ما ننطيه. اتفاقيات اللي سوتها الكويت أو المحاضر اللي سوتها أو البحر الإقليمي اللي حددته ومشتها الأمم المتحدة على العراق. سؤالي يا دكتور، على العراق يا دكتور، على العراق، اسمعني استاذ نجم. نعم. على العراق يرسل للأمم المتحدة ويثبت بقسم المحيطات ويقول هذه خارطة اللي قدمناها احنا لاشتغلتها اللجنة،
لجنة من كل الأسماء اللي جنابك ذكرتهم نعم موجودين، قدمنا خارطة خل نعلن عنها. وذيك السعودية أنا إذا أكو تداخل، أنا أقول لك أكو تداخل ما بيننا وما بين الكويت وما بيننا وما بين إيران. حقيقة مع إيران المفروض ماكو تداخل، لأن خط شط العرب يعبر 5 ميل بزاوية 45 وليس بخط عدل عمودي على شط العرب اللي هسه دا يمشي والنوب لإيران مشت به. وعليه احنا نقولها امامك، امام الرأي العام العراقي، امام مجلس الوزراء، احنا خارطتنا، احنا مخططنا، احنا البحر الاقليمي مالتنا اللي اقريناه واللي سويناه المفروض نعلنه ونشوف وين التلكؤ، وخل نعلن حالنا حالهم على شنو خايفين. دكتور واللي يريد عود يعني يناطح احنا جاهزين. هالمره ماكو حرب، هالمره قاعده دبلوماسيه وفنيه، مثل ما يشتغل الدبلوماسي والفني الكويتي العراقي مو قاصر. طيب.